رح نروح كمان محطة تانية ونحكي فيها عن حالنا وعن نفسنا. كتير أوقات بنسأل حالنا هل نحن بنتقبل نفسنا، هل بنقدر ما ننتقد نفسنا بكتير من المواقف. أوقات كتير أفكارنا آرائنا بسلوكياتنا بتكون مختلفة وبنوجه الانتقاد لنفسنا بالذات. أكيد سلمى، كثير من الأشخاص بنفس الوقت يمكن ما بيعرفوا نقاط القوة ونقاط الضعف بشخصيتهم، فكتير مهم إنه نعرف حالنا بطريقة صح وبنسعى دائما لحتى نطور ذاتنا ونتلافى كثير من الأخطاء. كل هاي المعلومات أكيد والأفكار رح نحكيها بالتفصيل مع الدكتورة فاتن نظام، مدربة تنمية بشرية. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. يعني هذا السؤال كتير كبير وكتير مهم ويمكن بيريحنا بحياتنا بكتير شغلات، هل أنا بتقبل نفسي أو لا؟ كيف بقدر جاوب على هالسؤال؟ هلا كثير في اشخاص وهذا سؤال صعب، يعني في ناس بتفكره هو سهل انه انا متقبله ذاتي وانا متقبله نفسي وانا مثل ما انا برا جوا رضيانه بحالي، فهو هذا السؤال كثير صعب. انت كثير بتتقبلي نفسك، ما تقول انا تقبل الذات بقول معناته انا بدي اتقبل جوانبي السلبيه والايجابيه، ما انا اقول لك قومي احكي لي عن حالك، ما تحكي لي عن صفاتك السلبيه والايجابيه، معناته انت بتقبلي ذاتك. اما ما انا صير بس احكي عن جوانبي الايجابيه وانجازاتي وعظمتي، فانا هون مثلا لا انا مالي متقبله ذاتي حقيقه. صح، لان هو التقبل الذات بدي اتقبل حالي من جوا لطلع لبرا، هون بصير في عندي خلينا نقول التوافق بين الداخل والخارج. ما تنقول نحن تقبل الذات بدي اتقبل حالي بدون استثناءات بدون شروط، يلي هو تقبل الذات مثل ما انا مثل ما انا بدون شروط، يعني مو بس بحالاتك اللي بتكوني انت سعيده تمام تكون عم حقق انجاز وهيك فانت تقبلتي ذاتك ونفسك، لا هي بنوعات الحالات اللي انت بحالات الفشل بحالات اللي انت خسرانه فيها، هون ساعتها واجهي اخطائك واجهي جوانبك السلبيه، هون بنقول انه انت حقيقه متقبله حالك بدون شرط. فهو صعوبة كلمة تقبلتي ذاتك أو ما تقبلتي فهي عائدة على تقبلك الموضوعين جوانبك السلبية والإيجابية. الفكرة مو بس هون، الفكرة أنه بعض الأشخاص يمكن بيبالغوا بتقبل الذات لدرجة أنه يمكن ما بيشوفوا أي غلط بشخصيتهم، وبيبالغوا هذا الشيء ما بيتقبلوا أي انتقاد أي نصيحة أوقات هي فعلا بتكون نصيحة خير لحتى نحسن من حالنا. كيف بنقدر فعلا نعرف مثل ما بنقول نقاط القوة ونقاط الضعف بشخصيتنا إذا كان في أخطاء نتلافاها ونطور حالنا؟ هلا هي الفكرة اللي حكيتيها كثير مهمة. هلا في أشخاص بتقول لهم مثلا اكتبوا نقاط ضعفكم ونقاط قوتكم، ما في كلام، فبتقلي إنه مثلا ما عندي نقاط ضعف، يعني هو الفكرة ما إنه لا شغلة إنه أنا ما بصير إنه أنا ما يكون عندي أو عيب أو كذا، كل واحد فينا في عنده نقاط ضعف، يمكن هي سمات بشخصيته، يمكن هي صفات بي، يمكن اسلوب تعاملك، يمكن اسلوب تفكيرك تعاطيكي مع الامور، يمكن هي صفات الضعف، ما بالضروره انه شغلات خاصه فيكي من الداخل يعني بشخصيتك 100%. فنحن ما تنقول ما تشوفي انت صفات يعني جوانبك النقاط السلبيه نقاط الضعف ونقاط القوه، هذا شو بيساعدني؟ انا ما تشوفها ما نحن دائما تكون انت متجهه بحياتك وفي عندك تكامل بحياتك بكل جوانب حياتك، عجله حياتك حتكون ماشيه سريعه، ولكن اذا انت تضايقتي باي جانب من جوانبك فانت شو حتطلعي؟ بس على الجانب اللي تضايقتي منه يلي هو ضايقك. ان شاء الله بتكوني بالامور المهنيه انت رقم واحد، ولكن الامور مثلا الاسريه مضروبه عندك او مثلا متضايقه منها بهذا الجانب، فهي حقيقه حتعمل لك سوداويه معينه. دائما نقاط القوه خلينا نقول خليها باللوج ونقويها ونشحنها دائما، ولكن نقاط الضعف في عندنا نقطه كثير مهمه انا ما اعمل لها طنشها او انا ما بقى اشوفها او انه اتجاهله او لا انت ملك شايفه مزبوط انا شو تمام، يعني هلا قلتي انه انا لا عندي الكمال وبس، كل واحد في عنده نقط اكيد مشكله معينه، فهي ما تنقول نقاط الضعف لا هي عباره انه انت شوفها تصالح انت وياها تمام، خلينا نقول مصالحه، لان اذا قدي لك صححيها فانت هون بتصير في عندك انه بدي صححها، يعني معناتها انا كثير غلطان والقصه كثير كبيره، صالح انت وياها، ما تتصالحي مع نقاط ضعفك معناتها انت حتبلشي تساعديها وتصيري انت ما بتقعدي تتجاهليها، لانه هي مجرد ما تجاهلتيها اول مره وثاني مره مجرد ما تضايقتي ثقي تماما اول شيء بتطلع هي نقاط الضعف بحياتك، وبتبلشي تبقى حزن ومآسي
وحالتك بتحطي هالي الشاكر ساعتها. طيب استاذ خلينا نحكي شوي. اليوم في اشخاص بيقول لك انا بسمع سلبياتي من العالم بس انا ما بشوف انه عندي نفس هي النقطه اللي هن بيحكوا فيها، وفي اشخاص ثانيين بيكونوا كثير شاطرين بتقييم الاخرين، انه انت عندك هاي المشكله عندك هاي المشكله عندك هاي المشكله، بس هن ما بيشوفوا حالهم ما بيشوفوا حالهم. خليني هيك اسال، اليوم انا لما بدي اعرف اتقبل نفسي لازم اسمع كل شيء بينقال سلبي عني سواء صح او غلط، ولا لا لازم بس فكر فيه وجرب شوف انا فعلا هيك ولا لا؟ في شيء اسمه نحن عندنا نوافذ الشخصيه. تمام، نوافذ الشخصيه في عندي 4 نوافذ الشخصيه. في عندي النافذه المفتوحه اللي هي انا وياك بنعرف بعضنا، تمام، انت معروفه مثلا ظريفه طيبه الى اخره. في عندي النوافذ اللي مثلا في ناس هي بتشوفك بس انت ما بتكوني هيك، تمام، ما بالضروري معناتها كل شيء العالم بتحكي يكون هو موجود فيه. وجهه نظر الاخر، وجهه نظر، احيانا هو في اطلاق حكم معين. في كثير اشخاص او صبايا بتقولي انه انا ماني شايفه حالي، بس العالم اول ما بتشوفني بتقول علي انه انا شايفه حالي. ممكن هي الصبيه هي عندها نوع من الخجل، يمكن هي ما بتقدر تحكي من اول مره، ممكن انه هي تتعرف على الجو العام، ففي هذا يلي مسبقا انه انت شايفه حالك. او في ناس بتقلك انه انت مثلا في عندك نوع فوقيه، او انت مثلا نوع انت بتردي بطريقه فيها لأمنة او كذا. هي الفكره احيانا حقيقه ما بيكون عند الشخص مهارات معينه، ما عنده اسلوب تعاطي صح او رد فعل صح، فكرمال هيك في عندنا الاحكام المسبقه اللي هي بتطلع. في نقطه كثير ما انا يكون في عندي صفه معينه عم يشارك فيها كل العالم عم تقول لي اياها انه فاتن انه انت كذا كذا، تمام، فمعناتها هي موجوده انا ما عم بنتبه لها، بس لا ما كون في اكثر من شخص عم ينبهني عليها معناتها من المحبه عم بيقولوا لي عليها، هون ساعتها إيه لا بدي اشتغل عليها. ولكن كل واحد كل ما حدا بده يشوفني بده يعطيه علي حكم وانا بدي ضلي قاعده عم بشغل بالبيت على جلد الذات، لا هذا كارثه صارت القصه. تمام، كيف بنقدر معناتها نحن نراجع ذاتنا، يمكن اذا ما بدنا نقول كل يوم كل فتره معينه نشوف وين اخطانا، نشوف وين كنا صح، نشوف شخصيتنا نحن كيف انعكست من خلال الناس المحيطين فينا، وبنفس الوقت نصحح اخطائنا يلي نحن بنظر حالنا شفناها غلط. هلا اول شيء ما نحن بدك تصححي اخطاء، معناتها انت بس يصير في عندك حالات فشل او حالات انت ما نجحتي فيها انا هون بصحح اخطاء. وبنفس الوقت كمان بدك تعطي الحيز كامل مشان تكون شخصيتي متوازنه، حتى ما انا انجز انجاز معين او نجحت او اخذت جائزه معينه كمان كافئ ذاتي، كافئ هي النفس اللي هي ساعدتني على تخطي الصعب، على تخطي المسؤوليه او المشكله. فنحن معناتها بس يصير في عندنا حاله معينه رجاء اما بدنا نحكي مع حالنا ونحكي معها بلطف، يعني ما نكون نحن جلادين، لان هو اكثر عدو للشخص لحد ذاته هو نفسه، هو انت اللي انت دائما احيانا بتلوميه بطريقه سيئه، احيانا بتقولي له مثلا انه انت دائما بتغلطي، دائما بتخليني اخجل، دائما بتخجليني، دائما بتخليني اخسر. فانت حتى هي الكلمات هي بتاديكي لانت تنزل مو بس طاقتك ولا تقديرك، اذا بتنزلي لتحت نهائيا ما بتقدري بقى تواكبي الطرق. ليش نحن في احيانا كلمه بتحفزك، كلمه طيبه مثل ما نقول نحن من اي شخص بتحفزك، كيف اذا كانت الكلمه من عندك ما تقولي انت لا قدراني، لا انت بدك تتخطي هذا امتحانك، انت بدك تنجحي، انت بدك تثبتي حالك. هي اسمها توكيدات لفظيه اللي هي بتساعد الذات على الاستمراريه وعلى تقويتها بالشكل الصحيح. طيب هون بدي اسالك عن الفرق البسيط بين التوكيد انه انا دائما استخدم عبارات تساعدني وتقويني، وبين النكران، انه في اشخاص بيكون عندهم حاله نكران لاي شيء بيمروا فيه، لا انا مو هيك، لا انا تمام اموري بخير وما عندي شيء وما عندي كذا، وبيضلوا مثل ما بيقولوا بيحطوا بيراكموا جواتهم المشاكل حتى يوصلوا لمرحله الانفجار. تمام، ما نقول نحن توكيدات، التوكيد اللفظي بانه انا مثلا مشاعري واحاسيسي وكلمات تكون كلها متوافقه مع بعضها، هي واحد. اثنين في عنا توكيدات اللفظية اللي هي دائما مثلا اذا انت عندك مخاوف معينة، انت متضايقة مخنوقة، تمام، ما بتقولي انه انا لا حاسة بطمأنينة، لا انا بدي ارتاح، لا انا بعمل العكس تماما. فانت شو بتعملي؟ انت هون عم تهدي لهي النفس بكلمات بتوكيدات. ما انت توصلي على الموضوع نكران، تمام، في احيانا انت شو ما بصير معك بتضلك ضايجة ما عاجبك العجب، تمام، هون نحن انت معناتها قديش بدك تضل عم تسعى ذاتك لتحسين حالها بس لترضيكي، تمام، فمعناتها هون صار في عندي شخصيتين، صار في عندي عدم الارضاء تماما، وفي انه لا انه ماشي شوي شوي. فانت هم النكران لا، ليش انت
مالك رد يعني، مثل كانك عم تحكي مع اي شخص قدامك، ليه مالك رد يعني؟ شو اللي مو عاجبك؟ ما تشوفي في قصه كثير مهمه، ما تكوني انت حقيقه تردداتك اللي انت عم ترسليها دائما سلبيه، دائما عم تضربي، دائما اهانه، دائما كذا، مين حيتوافق معي؟ من ولد صغير وانت طالعه، شلون ذاتك انه انت اذا بضلك تهينيها؟ فهي الذات اللي هي النفس اللي هي دائما بدها تساعدك، احيانا هي فكره بتجيكي اللي هي بتقلب لك كل حياتك ومسار حياتك، كيف هي بدها تكون معي؟ فانت لازم تكوني معها، فهو التوكيدات لا انت قدرانه، انت جيده، ما عليك اذا غلطتي هالمره بس لا تستسلمي، لازم كذا تمام؟ بهي التوكيدات، وتوكيدات هي اللي نحن احيانا في عنا توكيدات لفظيه صباحيه مثلا بنستلمها مثلا مده 10 ايام 15 يوم، هي بتساعد الشخص على انه النهوض من مره ثانيه. كيف برايك دكتوره نحن بنقدر نحقق توازن بشخصيتنا بنفس الوقت ما نخلي الانتقادات السلبيه تحطم من معنوياتنا، ولكن ايضا بدنا نسمع اراء الناس بطريقه صح فينا؟ ما بدنا نحن يكون في عنا تقدير لحالنا صح. شوفي وقت تكون نحن نقول انه مثلا محمد سواء كان قاعد على الارض او كان على الطاوله او قاعد فوق، هو اسمه محمد، هو تقديره لذاته صح تمام. بس تقولي انت بتوافق مع قيمتك الذاتيه، انت عارفه شو قدراتك، شو امكانياتك، شو مهاراتك، شو بتمتلكي. قد ما اجى شخص يمكن اسالك بتقول له انا مو هيك تمام. في شيء اسمه عنا الحدث وفي عندي النتيجه. في اشخاص هي يمكن زدت لك كلمه هي بتعرف اوريدي شلون انت حتعصبي وشلون حتتضايقي والنتيجه مسبقه. فنحن وين بتشتغلي انت وبتشتغلي على تقدير ذاتك صح؟ بهي الاستجابه. هل هي الاستجابه؟ هل انا عم بعطيكي الكلمات اللي هي بتزعجك؟ انت هون الاستجابه ما بتعطيني النتيجه اللي انا بدي اياها، هل انا عم بطلبها اساسا؟ فكرمال هيك اي انتقاد ما دام انا مليئه، انا مشبعه سواء بقدراتي بامكانياتي باسلوبي، فما في حدا بيتجاوز الا اذا كان هو عم يخلق انه يا عن جد والله كثير حلو هيك تمام. فانت بتقلبيها من طريقتي اللي هو عم ينتقده لهو طريقه يمكن الاستهزاء انه عن جد يا سيدي ما في مشكله ان شاء الله بنحسن تمام. بس انت حقيقه ما انهزيتي من جوا، لانه في كثير احيانا اشخاص هي وسيلتها واسلوبها هي فقط لتضايقك لتحطمك لكلمه انه وين طالعه طلعتك روق شوي لننزلك شوي ضايقك. بالختام بدنا نشكرك كثير على وجودك معنا وعلى كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، شكرا كثير لك. تسلمي لي، صباحكم. شكرا لك مره ثانيه دكتوره وكل التوفيق. اهلا وسهلا.